من جهة أخرى، دعت عضو مجلس النواب هدى سجاد الحكومة إلى اتخاذ تدابير لحماية التجارة العراقية عبر الخليج العربي، وذلك في ظل التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران. اليوم علينا كحكومة عراقية لا سيما لافتقارنا إلى جهة تحل الأزمات وتكون واقعا تتحمل مسؤولية الأزمة بالبلد، لا سيما وإحنا نعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية اللي تم تصديرها من خلال العراق بنسبة 98 من الموازنة هي تعتمد إيراد نفطي، فبالتالي يجب أن تكون هنالك ثمت تدابير من الحكومة يطرحها مجلس الوزراء ويلزم بها الوزارات كافة. أولا حماية أسطوننا التجاري، اثنين أخذ تدابير لحماية أيضا الزوارق البحرية، إحنا ما عندنا ملفت غير الخليج العربي.